لعبت مع سيف الجزيري ولعبت مع طاهر. ايوه لما رحلوا الاثنين دول، من وجهة نظرك مدى تأثر الفريق برحيلهم في المولين؟ يعني مشوا من المقاولين، اتأثر المقاولين قد ايه برحيل الجزيري ورحيل طاهر؟ اكيد اكيد كتير يعني، عشان سيف كان هداف الفريق وكان بيساعدنا برضه في بيمسك الكرة كويس وبياخد القرارة وبيشوت، ويعني اكيد سيف كان بيساعدنا جدا. وتاهر برضه كله عارفوه يعني، من الاحسن لاعب في الدوري بالنسبة لي، و يعني لو الاثنين كان معانا السنه دي اكيد كنا يفرقوا كان كتير. يفرق كتير. طب برضو انا عايزك تكون صريح قوي يا عبد الله، مين اكتر يعني لو انت قالوا لك مثلا الاثنين دول هنخلي واحد ونمشي واحد وانت صاحب القرار، خليك صريح. احنا بنتكلم فني، بنتكلم فني، وانت راجل في وسط الملعب وانت صانع الالعاب، انت اللي بتحطها للجزيري وانت اللي بتحطها لطاهر. لو قالوا لك هنخلي انت اطلب خلي واحد وماشي، هتخلي مين؟ لا صراحة ما اقدرش الاثنين. لا وخلي مين، بس ما تمشيش مين، تخلي مين؟ انا اخلي الاثنين معايا في الملعب. عبد الله دي اجابة واحدة. اخلي الاثنين معايا في الملعب ما هو لو الاثنين ده شيء جميل قوي. ايوه لكن لو واحد بس نقول نخلي مين؟ لا الاثنين الاثنين برضه انت مجادل. معلش معلش الاثنين، انا لو اخلي الاثنين وانا امشي انا. لا ما انت اللي بتديهم، انت اللي بتعمل لهم. يعني انت لما تنشوف اللقطات اللي هنا مثلا دي، يعني هنشوف الجزيري مثلا اهو واخد بالك، ده الجزيري مع المقاولين اهو. نعم الجزيري معانا. واخد بالك جزيري في منطقه راس الحربه، طاهر في منطقه الجناح. انت لما بتحب تصنع مين اكتر فيهم؟ طب بلاش دي، مين اكتر واحد فيهم متفاهم معاك اكتر في لمساتك؟ انا اقول سيف عشان لعبت كتير معاه. سيف الجزيري. طاهر كان السنه اللي فاتت ما يعني هو كان صاب شويه. وانا لعبت كتير مع سيف، والوقت هو رجع انا اتصبت يعني. انا لعبت مع طاهر مثلا ماتشين او ثلاثه بس. لكن انت بتشوف ان سيف عشان انت لعبت معاه اكتر. لعبت مع سيف كتير وفعلا كنت بحس كويس معاه يعني. طيب خلينا نكون صرحاء في الحوار كده يا عبد الله، انت بتشوف طبعا طاهر دلوقتي مع النادي الاهلي. شايفه جاب مستواه اللي كان مع المقاولين ولا لسه عنده اكتر من كده؟ لا اكيد عنده اكتر. انا بقول لك بالنسبه لي طاهر من احسن لعيب في الدوري، واتمرنت معاه ولعبت معاه يعني. انا عارف الموضوع ده. ايه اللي ناقصه في الاهلي كان هو في المقاولين اوضح؟ اكيد مش عارف اقول الثقه يعني. عشان في المقاولين كان فعلا احسن لعيب، وكان كله عنده ثقه فيه، وهو في الملعب يعني تحس ممكن يعمل كل حاجه. ممكن في الاهلي في لعيب كتير كويسين، وممكن السكه يجي مع الوقت شويه يعني. لسه اول سنه ليه، وانا بحس يعني السنه الجايه يكون احسن لعيب في الاهلي. جميل. يعني انت شايف ان هو لسه ما زال لديه الكثير يديه للنادي الاهلي؟ لا اكيد هو عنده افضل اكيد يعني. اوكي، لكن بشكل عام انت وجهه نظرك مساله الثقه لما هتزيد وهتزيد وهتزيد مع الوقت يعني. ده اول سنه ليه في الاهلي. صحيح صحيح.